تكريم العمري، حقيقة الخلاف، ملف الإصابات، تجديد الشناوي وصفقة العسقلاني. بيسعدنا وبيشرفنا صندوق المعلومات المتحرك الأستاذ عبد الحكيم أبو علم. بيسعدنا وبيشرفنا أنه بيشاركنا فقرة الأخبار يا أستاذ عبد الحكيم. إحنا مش قادرين على الشياكة أولا، ثانيا مشرفنا ومنورنا. احنا بنتعلم منك يا استاذ. ربنا يعزك ويحفظك. حضرتك طيب ورمضان كريم. رب. انا اسف بس اضيف حاجه على حضرتك. انت رمضان كريم عليك يا رب وعلى اسرتك وعلى كل حبايبك. رمضان كريم على حضرتك وعلى اسرتك وعلى كل مصر. اللهم امين يا رب. عايز اضيف في الجمله بس اللي انت حضرتك عملته، ان احنا رجعنا تاني نعيش اجواء الكره الحقيقيه. صحيح. يعني احنا تحس دلوقتي الناس تقول لك ايه، لا بص خليها بعد الماتش، نتقابل قبل الماتش. طب بص لا، طب اجل السفر ده شويه، لا يوم الجمعه بلاش. صح. دي الاجواء الكره اللي احنا كنا افتقدناها الفتره الاخيره دي. نتمنى تكون بداية خير، والجماهير اللي هتحضر الماتش تعي هذه المسؤولية وتعي ان انت عليك دور. صح. ان انت بتقدم صورة مهمة جدا، ان احنا بدل ما خدنا موافقة على 20,000 مباراة اللي هتقام في مصر، لا الموضوع صح. يزيد بالتزامك وبالصورة اللي انت هتقدمها حتى لو الكلام ده برا مصر. تأكيدا لكلام حضرتك يا استاذ عبد الحكيم، ابتدينا نرجع ان الكلام قبل ماتش الاهلي والزمالك كلام كوره بس، كلام في الفنيات، ده مين يلعب مين، طب السوليه ولا اكرم توفيق، طب ناصر منسي ولا الجزيري، لا في بقى حد بيتكلم على حاجه بره الكوره، ولا حد بيتكلم على حاجه فيها قصف جبهات ولا ترندات ولا التحفيل حلو زي ما حضرتك قلت. قاعدين يا المناقشه اللطيفه الحلوه دي، كسبناكم ثلاث الحاجات اللطيفه جدا عادي جدا على فكره. ده كوره، ايه المشكله فيه؟ صح. طالما هي بدون تجاوز على فكره. صح. ده من حلاوه الكوره. أيوه. واللي احنا حبيناها في كده، ونتمنى الاجواء تفضل مستمره. يعني احنا بالعكس ان شاء الله يا رب. نتمنى باذن الله ان شاء الله يا رب. عايز ابتدي مع حضرتك بخبر جميل اسعدني واسعد كل الناس اللي عرفته، وهو ان هيبقى فيه لفته وتكريم لاسم الراحل العمري فاروق، سياده الوزير العمري فاروق، ربنا يرحمه ويغفر له ويرزقه الجنه ونعيمها. بالفعل اللجنه المنظمه للبطوله اعلنت النهارده عن تكريم للعمري فاروق. كنت عارف الخبر من يومين بس طبعا هم لحقوا حرقوه بسرعه. هم وجهوا الدعوه بالفعل لاسرته وسافر، يعني دي منهم محدش قالها، سافر الدكتور هشام العمري عضو مجلس اداره النادي الاهلي السابق شقيق الوزير العمري فاروق ربنا يرحمه، وسافر الدكتور خالد العمري شقيقه برضه موجودين حاليا او سافروا بالفعل ووصلوا هيحضروا التكريم عشان روح تكريما لروح الوزير العامر فاروق لاسهاماته في مجال الكره. دي لفته كويسه جدا للجنه المنظمه. بالمناسبه برضو النادي الاهلي هيعمل حفله تقديم، يمكن ده اعلن 30 مارس، لكن التمثال اللي النادي الاهلي قرر، انا بقول لك المعلومه دي لاول مره، هيتم وضعه امام المبنى اللي تم كتابه اسمه، اللي هيتم كتابه اسمه على العامر فاروق عليه، اللي هو مبنى الاسكواش سابقا اللي هيبقى مبنى الوزير العامر فاروق، هيبقى التمثال قدامه. يمكن دي المعلومه لاول مره تتقال. كمان مجلس اداره نادي الزمالك هيحضر اليوم ده ان شاء الله، حفله التامين هيكون في شهر رمضان في 30 مارس، وهتبقى رد الزياره هتبقى برضه لفته كويسه جدا طبعا ان يحضروا تكريما لاسهامات العمري فاروق الذي لم نسمع منه كلمه واحده، يعني لفظ حتى خاطئ طول مسيرته. ربنا يرحمه ويغفر له ويصبر اهله يا رب ومحبيه.